السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شهر اسلام. واليوم راح نكفي بالدرس الثاني او بالفيديو الثاني ندروس البيفيابونج، كيف انا بكتب بيفيابونج. طبعا اليوم البيفيابونج راح يكون مختلف شوية عن السابق. اليوم البيفيابونج راح يكون الس بنك اوف مان، اللي هو موظف البنك. يعني وقت تروح انت على البنك او وقت انت بتروح على البنك، هذا الموظف اللي دايما بيكون قاعد على الطاولة وبيجي لعندك بيقول لك بي كان يشين هيلفن، هذا اسمه بنك اوف مان. اليوم راح نشوف انه شو الشغلات اللي لازم ننتبه لها هون، وشو الشغلات اللي بتفرق بين هالبيفيابونج هذا والبيفيابونج السابق. طيب انا قبل ما ابلش بشرح هالفيديو هاد، في شغلة لازم نوه لها، ويعني هالشغلة عن تجربة شخصية. دايما وقت اللي انت او انت بدكن تعملوا مثلا عاجبكم اوس بلدونج، كنت تعملوا اوس بلدونج بمكان معين، دايما اسألوا انه اذا فيكم تعملوا براكتيكوم، اللي هو التدريب الغير مدفوع. هذا عنكم من يوم انتو لست شهور، هاي المدة يعني انتو بتحددوها، ومن خلال هالبراكتيكوم هذا انتو بتشوفوا انه يعني هل شو اسمه هالشغل هذا هو الصح بالنسبة لإلي، او هل هو هذا الشيء انه الشيء اللي كنت انا بدي اياه من الاساس، او هالشيء هذا بناسب مثلا الميزات تبعيتي، او مثلا الشغلات اللي انا كنت بعرفها. يعني هلا باليوم هذا بتلاقي كتير شباب بيقولوا لك انا نفسي مثلا اعمل بنك اوف مان، بس هو بالاساس ما بيكون بيعرف بالاساس شو هو شغلة البنك اوف مان. يعني فكر انه بس هو بيقعد على الكمبيوتر وبس، انه قاعد طول النهار، انه ما عنده شغلي وعملي. ها انه هالنصيحة هاي يعني انه من اخ يعني لاخواته، انه عن جد يعني هاي عن تجربة شخصية. يعني انا اذا بعدت البغاكتيكوم هلا اللي عامله بالمانيا عفوا البغاكتيكوم اللي عامله انا بالمانيا، يعني انا عملت بالبنك، عملت بشركة اكاندو الس جرافيك ديزاين، مصمم جرافيك، وعملت براكتيكوم بالاديكا قبل ما بلش الشغل عندهم، وعملت براكتيكوم بشركة بودني، هاي شركة من شركة الروزمان اللي انا عم اشتغل فيها حاليا وعم اعمل الاوس بيلدونج فيها، وعملت يعني براكتيكوم كمان بشركة هي كانت متخصصة باليوتيوب، وبالاخير قررت انا انه اشتغل عند البودني. طيب هلا راح نبلش بشرح البيفيابو، راح كبر شوي لحتى يبان الخط معنا، هيك صار منيح. على هون مثل ما قلنا، اول شيء انه لازم نكتب عنوان المتقدم بطلب وظيفي اللي هو انا، هون اسمي واسم كنيتي، وهون العنوان انا طبعا مغطي قلت لانه هذا الشيء خطير شوي، هون الرمز البريدي والمديني، وهون التليفون نمرة، وهون ايميل ادغيسة. بعدين بيجي مباشرة عنوان الشركة اللي انا عم اتقدم لها بطلب وظيفي، اللي هو البنك كان شباكس هولشتاين، او اذا نحن يعني بنعرف شخص، او مثلا بنفوت على الويب سايت على الانترنت سايت بنشوف مثلا انه اذا الواحد بده يقدم طلب لوظيفة لازم يتقدم عند السيدي مثلا مولا، او عند السيدي الثاني اللي اسمه كذا كذا. بهالحالة بنكتب هون فغاو واسمه، او اذا كان يعني شاب او زلمة بنكتب هون هي. وبعدين نكتب الرمز البريدي التابع للبنك، وبعدين نكتب المدينة، وهون مثل ما قلنا هذا ما لازم ننساه اللي هو التاريخ هامبورغ 13 مارس 2018. وهون قلنا الموضوع اللي هو بيفيابونج اوس بلدونج الس بنك اوف مان اب استا اختا 2018. طلب تقديم لوظيفي لعمل تدريب مهني الس بنك اوف مان كموظف بنك بي أب، يعني من تاريخ 1/8/2018. هلا نجي للبيفيامو. هلا هون إذا كان عندي أنا الشخص مو معروف بقول زيجيات دامن عند هيان، بس أنا هون لما عملت البيفيامو كنت مشتغل بالأساس شهرين بالبنك، يعني بعرف أنا عند مين بدي أكتب البيفيامو ولمين عم أكتبه أنا. لهالحالة بكتب زيجيات فخاو كذا كذا، وزيجي اتف غاو كذا كذا، اللي هني كانوا مثلا مسؤولين عن الاوس بلدونج. هاتسيشن دانك، هاتسيشن دانك يعني لكم جزيل الشكر.
dass Sie mir die 2 Monate Praktikum in Ihrer Filiale in Amersfoort ermöglicht haben. لكم جزيل الشكر. هون بأنه أنتو سمحتوا لي أو هيأتوا هون ermöglicht haben هيأتوا أو مكنتوا التدريب الغير مدفوع اللي هو أنا عملته هناك وكانت مدته 2 شهر. أنه شكرا كتير لكم لكم جزيل الشكر أنه أنتو هيأتوا لي هالتدريب هذا المهني بالفرع تبعكم اللي هو إن إيغا فليالا إن أما سبيك اللي هي تابعة هاي لشتسفيك هولشتاين مكان العمل اللي اشتغلت فيه أنا. هون طبعا ما تواخذوني صوت شوي تعبان لأنه مرضان أنا شوي. وهون Es war für mich die bisher schönste Zeit. يعني هذا كان بالنسبة لإلي لحد الآن أحلى وقت دي إش إن دويتشلاند اللي بتابع الوقت اللي قضيته أو عشته أنا بألمانيا إليبت يعني عاشا. هلا هون دي فيليال لايتونغ فراو اللي هي كانت مديرة الفرع يعني المسؤولة عن الفرع وهون بكتب فراو كذا كذا أنا بعرف اسمها بس مشان هيك مغطيه لأنه هاي بيسموها داتنشوتس ما مسموح نحن نصرح فيها. دي فيليال لايتونغ فراو كذا كذا خلينا نقول مولر. وهون ماينه كونتاكت بيرسون فراو يعني الشخص المسؤول ماينه كونتاكت بيرسون الشخص المسؤول فراو يعني هون مديرة الفرع كانت فراو وهون الشخص المسؤول عني كمان كانت بنت هون فراو بكتب اسمه. und auch die anderen Kollegen haben mich freundlich empfangen. مديرة الفرع والشخص المسؤول عني والأشخاص الآخرين يعني اللي عم يشتغلوا هنا اللي هن زملاء العمل كوليجن haben mich هون freundlich empfangen يعني استقبلوني بشكل لطيف كتير وهون empfangen استقبلوني بشكل منيح أو رحبوا فينا يعني بفريندليش يعني بشكل كتير نت منه إنه يعني مثل إنه لما تروح هلا على شركة دائما بيقولوا لك يا هيرسش فيلكم بيغرسن زي وإلى آخره هذا الحكي إنه هني عم يرحبوا فيك بشكل يعني كتير منيح. وهون und mir einen sehr guten Einblick verschafft. هون إنه freundlich empfangen وهون بعدين sehr guten Einblick verschafft. مين هني اللي هني التيم لايتونج والكونتاكت بيرسون والاندري كوليجن ها. وهون انه einen sehr guten Einblick verschafft يعني هني غير انه رحبوا فينا بشكل لطيف هون freundlich empfangen غير انه رحبوا فينا واستقبلونا بشكل لطيف الا انهم هني كمان عطوني einen sehr guten Einblick verschafft اللي هني عطوني او وفروا لي هون لمحة او اطلاع او بصيرة Einblick der Einblick يعني اطلاع او بصيرة وهون verschafft من الفعل verschaffen يعني وفر او هيئة اللي هني هيئوا لي انه لمحة او يعني بصيرة كتير منيحة جيدة جدا يعني نفترض انه فورا قالوا لي شو الواحد بيسوي بهال براكتيكوم هذا او شو عم ينتظرك بالمستقبل او شو الشغلات اللي انت لازم تنتبه لها او يعني عطوني لمحة كاملة عن هالبغوف هذا عن هالعمل هذا. Es war mir هون Es war mir eine große Freude. Es war mir eine große Freude. طبعا هون فرويدة يعني سعادة هون إسفاميا هذا كان بالنسبة لإلي سعادة كبيرة große Freude. هون شو هي السعادة الكبيرة den Dank von Kunden zu erhalten يعني بالنسبة لإلي كانت سعادة كبيرة إنه أنا أتلقى الشكر من الزباين مثل ما بتعرفوا إنه دائما الزبون يعني إذا مثلا أنت ساعدته بشكل منيح تلاقي فورا شكرك يعني وما عرف كيف بده يشكرك إنه عن جد هو أنت عطيته النصايح اللازمة وأنت ساعدته بشكل منيح. بالنسبة لإلي هذا كان سعادة كبيرة إنه أتلقى الشكر من الزباين. Für die ich kleine Aufgaben erledigte اللي
اللي إلن أنا كلاينة أوفغابة إلي ديكتي اللي إلن أنا لهالكونتن في دي إيش كلاين أوفغابة إلي ديكتي اللي أنا خلصت لهم أو يعني عملت لهم بالأحرى وظائفهم أو متطلباتهم اللي هني بدهم إياها. دي تسايت إن إيغا في اليالا حت ماينه ماينون بشتاكت دي تسايت الوقت بالفرع تبعكم أو فرع حضرتكم حت ماينه ماينون بشتاكت حت ماينه ماينون بشتاكت يعني شجع رأيي، يعني أنا كان رأيي متشجع بس بعد ما عملت هالبراكتيكوم هذا يعني هذا الشيء يعني شجعني بنسبة أكتر. und auch die Kollegen haben mir geraten والزملاء العمل كمان نصحوني مش als Bankkaufmann bei der Sparkasse Holstein zu bewerben، نصحوني إنه أنا أتقدم لطلب وظيفي بهالشباركاسي هذا اللي هو شباركاسي هولشتاين als Bankkaufmann ك يعني موظف بنك. تمام. Ich habe schon länger festgestellt، يعني أنا لاحظت من فترة يعني من فترة طويلة dass meine Stärken in der Umgang mit Kunden sowie in der Beratung liegen. أنا لاحظت دائما إنه Stärken اللي هني قواي in der Umgang mit Menschen بالتعامل أو الاختلاط مع الكونتن اللي هني الزباين sowie in der Beratung liegen. يعني قواي أنا بتكمن إنه بالاحتكاك أو الاختلاط مع الزباين أو من خلال البغاتهم اللي هن النصائح. هون gleichzeitig arbeite ich gerne am PC، يعني بنفس الوقت كمان أنا بحب العمل على الكمبيوتر. habe eine schnelle Auffassungsgabe. Auffassungsgabe اللي هي ذكاء أو فطنة، يعني أنا عندي هون عندي ذكاء سريع أو فطنة سريعة. und großes Interesse an den vielen Berufsfeldern. هون großes Interesse يعني أنا عندي هون إنه اهتمام كبير أو شغف كبير بشو عند الفيلم Berufsfeldern المجالات المهنية أو الوظيفية دي إن إيغا برانجي أنجبوتن فيادن. أنا عندي فطنة وذكاء كبير مثل ما قلت هون أو سريعة und großes Interesse واهتمام كبير أو شغف كبير بالمجالات المهنية أو الوظيفية دي إن إيغا برونجي أنجبوتن فيادن اللي هني بالأساس عم ينعرضوا أو يتقدموا بالفرع تبعكم أو بالقطاع تبعكم. برونجي هاي فرنسوزيش، فرنسي كمان هيك نلفظها برونجي. تمام. هون آخر شيء هي ميت möchte ich mich jetzt für eine Ausbildung bei der Sparkasse Holstein ab Sommer 2018 bewerben und freue mich von Ihnen zu hören. Hiermit بهذا الشيء أو بهالمكتوب هذا möchte ich mich jetzt für eine Ausbildung bei der Sparkasse Holstein ab Sommer 2018 bewerben. بدي أقدم حالي لتدريب المهنة اللي هو Ausbildung bei der Sparkasse بالبنك تبعكم ab Sommer من ابتداء من الصيف 2018 هي 2018 بفهم وراح الشيء يسعدني إذا سمعت منكم شيء. تمام. وهون فرويدليشي غروسه وهون بنحط التوقيع والاسم. طيب هلا مثل ما شفنا هون انه هذا البيفابونج اختلف عن البيفابونج اللي قبله، يعني انا بالبيفابونج اللي قبله كنت ذاكر شغلات ما ذاكرها هون. تمام. يعني كنت انا معرف بحالي، طبعا فيكم كمان تعرفوا بحالكم هون طالما انتو بالاساس ما عاملين براكتيكوم، او فيكم هون تكتبوا بالاخير مثلا falls das mit der Ausbildung nicht klappen wird dann möchte ich mich für ein Praktikum für 2 oder 3 Wochen mich bewerben. يعني انا اذا ما مشي الحال بالنسبة للأوسبلدونج انا بدي اقدم حالي مثلا لبراكتيكوم شغلة اسبوع اسبوعين. تمام. وهون شفنا هون انه انا حكيت انه القواي بتكمن بالتعامل مع الكون، مثل ما بنعرف نحن انه بالبنك هني اهم شيء عندهم البيغاتونج والأونغانج ميت كونتن، يعني اهم شيء بالبنك هالشغلتين هدول بيغاتونج
اللي هن النصائح. وهون الأمجانج كونتن أو متمنشن، يعني لازم يكون الواحد عنده يعني تعامل أو اختلاط بشكل كبير مع الزباين. يعني دائما لازم الواحد يكون لطيف معاهم، يعني دائما يستقبلون بوش مثلا عم يضحك ابتسامي، لازم مثلا يودعهم كمان ابتسامي، لأنه هاي بيسموها إنه der letzte Eindruck. يعني انه الواحد دائما لما بتكون انت بشي مول بتلاقي واحد مثلا قال لك مثلا شو انت اجنوخ، مثلا شافك انه انت عم تدور على شيء بيقول لك مثلا ايش هوفي دس اي دان دس او دس مت ان كلابن فيت او فيل شباس. مثلا اذا واحد بده ينظف شيء او بده يدهن بيته تقول له فيل شباس باي مالن، فيل شباس باي بوتسن، والى اخره. يعني بتلاقي الواحد هاي ضلت بذاكرته انه عن جد انه هالشخص هذا كان مهتم فيني وعاطيني انتغسة شغف. بقى مشان هيك هذا الكوند زبون اذا شاف حاله هون كتير يعني انه هو يعني متأهل ومتسهل فيه دايما بيجي، مثل ما بيقولوا فغولي كوند كومت ايما فيدا، يعني زبون اللي هو بالاساس لطيف او بيشعر حاله انه لطيف من قبل الميت ارباتر دايما بيجي مرة تاني. تمام، انه هذا الشيء اللي لازم نحن ننتبه له، انه كل فرع له مثلا دائما نقاط ضعف ونقاط قوي. نحن دائما نذكر نقاط القوي اللي نحن قوايا فيها، يعني ما نفترض انه هلا انا والله منجر مثلا او نجار باطون روح والله مثلا اقول لهم انه انا كثير عندي انا مهتم بالبناء وانا مهتم انه مثلا بالسمنت والخفان والى اخره والبلوك والى اخره. تمام، يعني انه شغلي ما لها علاقه بهالشغله هاي ابدا. وكمان كذلك الامر يعني اذا انا عم اعمل بالفيبونج عند شركة بناء كمان ما فيني اقول لهم والله كمان ايش هابيتك انا ام بيتسي انا بشتغل بكل سرور على الكمبيوتر، او مثلا انا عندي كتير فغيندي شقات متكونتن والى اخره. عرفتوا كيف؟ انه هذا بالنسبة لهل بفيبونج. هذا كان كل شيء بيتعلق بفيديو اليوم، بتمنى انه قدرت فيدكم قدر المستطاع بهالشيء هذا. شوفكم بخير ان شاء الله بالدروس الجاي، في امان الله.